المدير الفني الجزائري لفريق ارتا سولار بن عربي، راجل قاري قوي نادي طبعا. الزمالك وحافظ كل حاجه عن نادي الزمالك، وقال انا تابعت نادي الزمالك في مباراه النصر السعودي اخر المباريات الرسميه اللي لعبها نادي الزمالك وعرفت مفاتيح اللعب. طبعا في اتنين غايبين منهم، الراجل اتكلم عن فتوح، اتكلم عن زيزو، اتكلم عن سيف الجزيري، اتكلم عن دونجا، اتكلم على الكابتن شيكابالا. فشايف ان برضو لما يبقى فريق هو شايف انه اقل تاريخيا او فنيا من نادي الزمالك، فهيبقى عنده حوافز ودوافع ازاي اسوريو يواجه الدوافع بتاعت بن عربي. ان انت يعني زي ما انت قلت ان انا بلعب فرقه اقل مني فنيا، فممكن تلعب بروحين، يعني يبقى عنده صح. الطموح والاهداف مضاعف والحافز مضاعف، فممكن تلاقيهم بيشتغلوا اكتر من امكانياتهم كمان. فعشان يشتغل مستر ايسوري ويقفل الحته دي، لازم ان انا اضغط على الفرقه دي ضغط عالي، استغلالا لحاله برضو ان الاهتزاز في المستوى في البدايات. هتلاقيهم بيلعبوا نادي الزمالك، فهتلاقي برضو في خوف شويه جوه الفرقه، فلازم يستغل ده مستر اوسيريو بالضغط العالي على الفرقه. لازم اللعيبه كمان تحسس اللعيبه جوه الملعب ان المباراه مش ان انا جاي لاعب فريق اقل مني، فهبقى بالتالي هيبقى في شويه استعراض من اللعيبه، ولكن لازم احسسه في الكره الثانيه، لازم احسسه من اول كوره ان انا جاي ان شاء الله اكسب المباراه. فدي من العوامل اللي هتاهل مستر اوسيريو ان هو يمتلك زمام الامور، ان انا اضغط على الفرقه عالي، ان انا احسس الفريق ان انا جاي اكسب المباراه، مش جاي يعني ليزي، او ان انا جاي عادي هستغل المباراه النهارده واستنى مباراه العوده. لازم احسسهم من البدايه ان انا جاي اكسب وانا نادي الزمالك، استغلالا لحاله الخوف اللي هتبقى موجوده جوه الفرقه في اول ربع ساعه. طب لو انا ضغطتهم قوي وسوريو لعب بالشكل ده وبدأ يبقى فيه هجمات مرتدة، واحنا برضو عندنا حتة الأخطاء الدفاعية مشاكل أو في الأخطاء الدفاعية، المشاكل الدفاعية، إزاي يواجهها أوسوريو؟ إن أنا لازم يبقى ليا تعليماتي للثلاثة اللي من تحت والاثنين الديفندرين اللي قدامهم، لأن هم يعتمدوا دايما على الكرات الطويلة، فلازم اللعيبة اللي موجودة الثلاثة واللي قدامهم الديفندرين زي ما قلت لك إن هم يبقوا مركزين كويس قوي، إن الفرقة من تحت مش هتحضر، لان الضغط العالي اللي هيعمله نادي الزمالك هيخليهم ما يحضروش، هيلعبوا دايما اللونج باص او اللونج بول، فلازم يبقوا واخدين بالهم الثلاثه اللي من تحت في السرعات اللي هتبتدي تشتغل في حاله الكره الطويله اللي هتتلعب، والاثنين الديفندرين لازم يبقوا مغطيين بشكل كويس جدا على الثلاثه وهم بيعملوا الضغط على اللعيبه اللي موجودين في الخط الامامي بتاع الفريق الجيبوتي. فدي كلها عوامل هيقولها مستر اوسوريو طبعا، لانه هو عارف كويس قوي ان الفرقه الامكانيات الفنيه بتاعتها قليله، فبالتالي هيلعبوا على الكرات الطويله ويستغلوا طبعا الكرات الثابته ان هم يجيبوا منها اي حاجه. فلازم اللعيبه تبقى مركزه ان انا في الكرات الطويله هشتغل مع اللعيبه ازاي، واقلل الفاولات اللي هي في الجناب او قدام ال 18 عشان ما تعمليش مشاكل مع الفرق، لان استغلال الكره الثابته دي معظم الفرق القليله فنيا او اللي بتلعب اقل من الفريق اللي بتلعبه فنيا فبيستغل الكره الثابته، فنحاول نقلل الكره الثابته سواء الكورنر او الكور اللي في الجناب، ونستغل حاله التركيز اللي هتبقى موجوده في اللعيبه زي ما قلت لك الثلاثه اللي من تحت، عشان لما اعمل الكره الطويله يبقى انا مأهل نفسي ان انا اشتغل معاهم بشكل كويس.